السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصوري سنكرتا سيدا حالكا اغونو قولها هدادو ويدو هواءات نفسطو عريري نوعيه ايا دريمي ليد لباتن اي سدح كون اي افرتن وانت جر اي عل عليس اهان اد نفسطو مالينكي سي اكسجين اد اقار سيسو مسكح دادا اي انوقيا دادا انكستو اكسجين تا اي لباتن اي كوب بقولكي بكلية كتا اي هواد كجرتا جويق دولكا هدانواتن اوغو مهمسن اي سورة قليسة جريتان كنالوش دولكا سيدا درادت بالكورن هدي حدي آد أبضن أو أكسجين لهلو محاد علها حدي حدي جيدا لبجبارمو مرون با إن وحولي با يسفوذ أقبن دونان أو بر كيماها دولك كويال دبقى بسن دونان مسالغي يابا إن عيانا حجمي قوذو أن لسوري سنكرين أي ودوينكا غافوريك دونان مقال كان أيان كويغينا وحيابها لسادالي إن أي دعي كران يسامينتا أي كوكب كينا كويالا نكرتو هدي أكسجين تدولك أي لبجبارنتو مقاعيقو محمد حسين كسو دواد حلقة دينا مانتا سقاشن بقول كيبا تمرت جركينا وكشقي وحن كهلنا وأكسجين أنت كلا إسوا هرتين وحن كهلنا عنده يع بتعنا ذا نستعملنا تام عنه ذو حتى هاي أكسجين الآن أود أم الهذين إن ذو حقبته حتى ما أذن أودين إن المقال كان داوته أما أتصل كأجرن وحسو الله يجريسه صوبته أهم أذن نولان الحين بل ما دام أذ هادر نوش هاي صول كيرن وحي الله يجري مقال كان ما سند كليه ما أهن أكسجين تا إن آذنها أون أي مهم أطعي برس وحي كلو مهم أطعي دمان نولشا كون كن كجرتا وحلقيا با إن تكو فكريسو ما دام سيدان أوردان أي مهم نوغو تاهي أكسجين تا هدي لبي جبارن تو فايدوين بضان أيان كدح لينا أرنكو ما أها سيدا أدموذي سو إهرال نقو أن كدح قالو مر هدي سيادو حدق أكسجين تا دولكا وحياباها وقوهري ياد أركي دون تو أيا أه إزبدالة با أن إكو إمان دونا حيوانة دا كو قلنو لولكا قاسة عيانة دا سيدا عارضة برنبرضة ديب قلوعة يكوة كالا إلمتك أه وإنت بضان أن كبق جرني أيا حجمي قوذو آد وينان دونا عيانكو وحيكون نفسدان تبوين يرير أولو يقان تراكيا سينسي هنذا أيانا وحي أركتي أهان وشيغين إن هدي أكسجين بضان أي قشو تبوين كاسي عيانا دا سيدا عارضة إيو برنبروين كأي آد وينان دونان حجمي أهان سيدا أي سوصة هارين علمة دا كوهولان رادتك إيو تاريخ دا آذانها قياستي اللابد بعشم مليون أوصان كوهر حلق لو يقان بالهستوريك بيريود أكسجين تدولك أيا أهيد صدن بقول كيبا تا أولا معنى إن عيانا دا حلقا جوغي وحجمي قودو آد وقوينا كوا يريري هادير عينو كعررنو تصالة عيان كلو يقان دراغون فلايس يعني عيان كان ير اي سوير كيسو كو موقدا حلق وري حجمي كيسو وحو لأكا شمبيركا غرغر كوكالي هالكا عارضة قير كيدنو اي لأكيد حجميكا شمبيرها ير ير سيدا درادد لبلاوي دهيرك اكسجين كير لولكا ولم عناها إلا غا قادو لباتن اي كو بقول كيبا لنجي افرتن اي لباب بقول كيبا وحي لا معنى تهي ان اكسجين تا اي كسي بضانيسو سيدا حلقي هوري عيان كنو اي كسي وينان دونان سيدا حلقي هوري اي اقو وان اقنها اي ان قاركينو اي عبسيدا بها دير بلابين بل جوك جوك وحبها باقين sababtu ah marka ayaanada ay sida u weynaanayaan adigu maxaa kugu dhacay ma taqaana ugu horeen waxaad heli doontaa tamar aad u badan maadaama oksijiin badan aad neefsan doonto oksijiintaasi waxa shidaal u noqon doonaan murqahaaga waxa ziyadi doona xawaarahaaga oo ayaanadaasi waaweyn si dhaqsi leh ayaad kaga carari kartaa anagoo dhan sirmo faarax oo kale ayaan noqon doonaa ama Usain Bolt oo kale yani taa waxa ka sii ajeebsan in unugyada loo yaqaan neutrophils oo ah nooc kamid ah unugyada dhiiga cad ee door muhiim ah ka ciyaara nidaamka difaaca jirka ayaa waxa yeelan doonaan awood dheeri ah oo ay isaga difaacaan fayrasyada waxyeelada leh iyo bakteeriyada taa oo u dhiganta in ay yaraan doonaan cudurada ku haleeli doona adiga iyo hargab warkiina uu isdeen doona xitaa corona si fiican ayuu jirkaaga isaga difaaci doona maadaama difaaca jirkaagu kor u qaadmay hawo badan oo aad neefsatana aad heli doonto alore waxaad noqon doontaa sida Superman oo kale haye maya maya ma adaba wali wax arkay aan ka eegno dhanka kale xadiga oksijiinta oo ziyada ayaa sabab doonta in aad wajahdo wax loo yaqaan oxygen toxicity taa oo dhacda marka qofka uu la kulmo xadi oksijiin ka badan inta jirka qofka uu xamili karo waxayna sababi kartaa in unugyada jirka ay joojiyaan taranka sidoo kale sababada ayaa dhaawac xun u soo gaari doona adigoo cawaaqib xumi kala kulmi doona oksijiinta badan ee sababadaada ku dhacaaya marka laga soo tago saameynta oksijiinta badan ay ku yeelan karto aadanaha iyo noolaha kale bal saameyn noocii ah ayay ku yeelan doonta kowkabka intiisa kale maxaa kala qabsan doona dabka iyo kaymaha hadii ay dhacdo in ay labalaabanto heerka oksijiinta ee dunida isbeddelka kale ee ugu muhiimsan wuxuu noqon doonaa xawaareynta gubashada waxaan ognahay in marka dab uu ku shidmi waayo ay ka dhigan tahay oksijiinta oo yar oo hadaa tusaale afuufto misna oksijiinta iyo dabka isqabsadaan uu holac bilaabmayo bal ka waran mar hadii jawiga xaddi aad u badan oksijiin ay ku jirto wax waliba si fudud ay u guban karaan dabcan kaymaha ayaa noqon doona meelaha ugu darin ee dab uu ka kici doono waxaad ka fikirtaa oo kaliya dabkii ka kacay keentii Australia ku tiilay
اما تي كاليفورنيا دعدوينكا او بدن اي وجهي دونان كيما بدن او دولكا كويالا سدو كلي وحا اد او يران دونا دباتوينكا نفسشدا وحنا فوضان دونا ان لغو نولادو غوباها دادير اي كبحسن ضرورها او اي حدير سيد عاديق اه ادكتهاي ان اد سيوان اكسن اغو نفستو ما دام اكسجين يري اي كجرتو هالكاسي هيرك اكسجين تاو سيادا وحي سببي دونتا سدو كلي ان اي سيادو عفنان تهودا تا او بدل كيد كينيسا in diyaaradaha baarshuudiyada ee shimbiruhu ba awood u yeeshaan in ay ku duulaan meel ka sareysa meesha ay haddeer ku duuli karaan yaani cirka ay sare u sii gali karaan sidoo kale cufnaanta atmosfeerka ayaa badan doonta taa oo iyana keeni doonta in falaaraha iftiinka qoraxda ay si wacan u kala fadhiismaan misna cirku buluug saaid ah noqdo heerkulka jawigana uu hoos u dhaco sidoo noloshuba ina bartay natiijo kasto oo xun badana waxa soo raaca kuwa wanaagsan taa oo ka dhigan haddii oksijiinta dhulka ay siyaado in aan la kulmayno cawaaqib xun xun iyo kuwa wanaagsanba waalama haddii in kownkan uu ka kooban yahay xaddi nagu filan oo oksijiin ah taa oo inoo suuragelinaysa in aan ku noolaano nolol isu dheelitiran misna aad u qurux badan waxa kaliya ay tahay in aan sameyno waa in aan ka mahadnaqnaa nolosha isku dheelitiran ee uu Alle nagu manaystay sababtoo ah ma ahan wax aan xamili karayno haddii jawiga uu sidan ka duunaan lahaa bal adigu un ka fikir jawiga oo oksijiin yar ay ku jirto hadaan si kula kaftamo kee doorbidaysa in jawiga uu yeesho oksijiin badan ama oksijiin xajigeedu yar yahay laba daran midkooda dooro halkan ayaan kaga baxayaa muqaalkan fadlan ha ilaawin inaad la garayso misna la wadaagto asxaabtaada waa inoo muqaalka kan xiga waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaana allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولي مياد كور ويكتاي عركا مسنا اد نفت هذا اوشكتاي عركو وا بلوك هادانا اسلاماركي ميو كوغو صودع اي فكر كالو ما يا عركو مر ولي بما اهان بلوك سببتو كدي مركا اي قرح سيلي عدو او اي دعدو هبينكي عركو بحو نقضا مذو بل محا عركو او مالينكي او يهي بلوك هبينكي نو او مذو او نقضا سيني سيانادو وحي ارين كان اسو سؤاليين قرنية بضن جوابنا لو مهلين إلا لكسو كارو قرنجي لباتنات su'aashaasi iyo kuwa kale oo la xiriira ayaan rabaa inaan muqaalkan kaga hadlo waxa uu cilmiga sayniska ka yiri horey u soo qaado koob shaah ama kafe ah tareenka yoon ka tagin magacaygu waa maxamed xuseen ku soo dhawaada xalqadeena maanta hadii aan idin su'aalo su'aasha ah maxaa cirku uu maalinkii u yahay baluug habeenkiina uu madow u noqdaa badankiina waxay igu jawaabi doonaan jawaab fudud oo ah dabcan iftiinka qoraxdii ayaa maqan habeenkii sidaa daraadeed ayaynu arki weynay cirka oo baluug ah waa jawaab sax ah balse ma ahan jawaabta oo dhameystiran ee waa qayb ka mid ah jawaabta waxayna dhalinaysaa su'aasha ah habeenkii ba xidigyo ama bil ayaa jirta iftiina waa la helaa marka ay bil jirto haddana ma aragno habeen uu cirka yahay buluug xitaa hadii cadceedda bisha ay taagan tahay waana meesha ay jawaabtii hore ku xirmayso waxaana jirta aragti uu soo jeediyey fiisigistaha reer Jarmal ee Henrik Wilhelm Olbers wuxuuna leeyahay koonkan wuxuu ka kooban yahay milyamaad iyo bilyamaad xidigyo ah ma ahan wax la tirin kara ama la soo koobi kara misna si joogta ah ayay u ifayaan dhinac waliba oo aad eegto waxa ishaada ku soo dhacaya shucaac iftiin oo ka yimaaday xidigun xidigu doona ha noqdo marka hadii koonka uu inta oo xidigi ah ka kooban yahay waxaan shaki galeen in samada koonkan ay mar waliba ifayso anagoo deliishinayna aragtidan hadday samada mar waliba sidaa u ifayso waa inaan baluug aragnaa sida qoraxduba markay joogtaan u aragna sax bal aan dib ugu laabano oo aan marka hore ka jawaabno su'aasha ah maxaa cirka ka dhiga buluug maalinkii